هكذا يحمون أنفسهم من الزلزال. اليابانيون باتوا يتقنون فن التعامل مع الكوارث بعد تاريخ طويل معها وما خلفته من دمار. لكن مع تحذيرات من حدوث تسونامي بالبلاد عقب الزلزال، كيف تحمي اليابان نفسها من الغرق؟ على عمق 22 متراً تحت الأرض، بنت طوكيو عشوبة معمارية تعد أكبر نظام لتحويل مسار المياه الفائضة في العالم. ففي متاهة من الأنفاق الشاسعة نظمت بحيث لا تتقاطع مع شبكات مترو الأنفاق وأنابيب الغاز الممتدة عبر العاصمة، صممت اليابان قنوات لسحب المياه ونقلها للأنهار الكبيرة الموجودة على مشارف العاصمة اليابانية عن طريق مضخات قوية جداً قادرة على دفع 200 طن من المياه في الثانية. في حال امتلاء جميع الأنهار الموجودة على مشارف العاصمة اليابانية، لطوكيو حل آخر. خزانة ضخمة للمياه متصلة ببعضها، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 70 متراً، أي أنها قادرة من ضخامتها على أن تسع تمثال الحرية الأمريكي، وبالتالي استيعاب كميات هائلة من مياه الفيضانات. هذا الاختراع الذي صممته اليابان لدرء أخطار السيول والفيضانات يعد الأكبر بالعالم، في مشروع استغرق تنفيذه 13 عاماً وبلغت تكلفته ملياري دولار.